كراميل، ندوزو المقادير. هنعطي غير نفس المقدار. عندي 6 رول الحليب، واحد 3 ديال الخوخات متوسطين مقطعين، الا كانوا كبار بزاف غديروا غير جوج، واحد معلقه مع امراج ديال السكر سنيده على حسب الذوق دائما، حيت غادي ندير صوص كراميل. غندوزو نطحنوا المقادير في الخلاط. غناخد الخوخ اللي مقطع اطراف، نزيدو بسم الله، غنزيد السكر، غنزيد صوص كراميل. الا عندكم اللي كيتباع في القريعات احسن، يكون في القرعه. ميكسيو مطلقو. هذا هو العصير ديالنا من بعد ما ساليتو، نتمنى تجربوه ويعجبكم. سمحوا لي قبيله ما ذكرت لكمش القياس ديال صوص كراميل. بالنسبه للسيترو غادي ديروا جوج معالق، والسكر كذلك جوج معالق على حسب الحلاوه اللي بغيتو. وصلنا نهايه الفيديو كالعاده. الا كانت هذه اول زياره للقناه، ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وشكرا.